بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين الكرام، استبقوا الخيرات، سابقوا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، تنالوا من ربكم عظيم الأجر وعظيم البركات. صورة ومعنى، كونوا معنا. الفرس تخرج كل طاقتها إذا قاربت الوصول، الفرس تخرج كل طاقتها إذا قاربت الوصول. عزيزي المشاهد الكريم، لعلك زرت مضمارا للسباق ورأيت فيه الخيول وجلت بخاطرك في أشياء تستفيدها وتنظر إليها وتتأملها لتأخذ منها معنى جميلا، صورة ومعنى. فتلاحظ أن الفرس إذا قاربت على الوصول من النهاية استنفذت كل طاقتها، أخرجت كل ما بوسعها حتى تحصل على ما تريد. خذ هذا المعنى الجميل الرائع. كم من أناس يصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهدافهم وفي الأخير يضعف. كم من شباب يدرس الثانوية العامة على سبيل المثال، فيبدأ وهو متوثب وهو نشيط ويذاكر كل يوم، لكنه إذا قارب أيام الامتحانات ضعف وخارت قواه. وإنما الأعمال بالخواتيم. كم من شباب يبذلون جهودا وطاقات في مشاريع معينة في بداية الأمر، لكنهم لا يمتلكون الصبر والمهارة على الاستمرار حتى النهاية. أخي المشاهد الكريم، كلما لاح لك نور الوصول هان عليك ظلام السفر. إذا شعرت وأحسست بأنك ستصل هانت عليك المتاعب، فاستنفذ كل طاقتك، استنفذ كل قوتك. الصبر عند الصدمة الأولى، والعاقبة لمن يضحك أخيرا. أخي الكريم، نحن بحاجة أن نعيش هذا المعنى مع رب العالمين تبارك وتعالى، أسأل الله أن يرحمنا. عش هذا المعنى مع الله، فكلما أحسست بقرب الوصول إلى الله ضاعف جهدك، ضاعف أدائك، ضاعف أعمالك. عش هذا المعنى الرائع الجميل كما عاشه عبد الرحمن بن مهدي، إمام جليل لعلك سمعت عنه أخي الشاب، من أئمة المسلمين. أراد أحد أصدقائه أن يصفه وأن يتحدث عنه، فقال: لو قيل لعبد الرحمن بن مهدي إنك ستموت غدا ما استطاع أن يضيف على عمله شيئا. يا الله، أي جهد، أي طاقة، أي بذل وعطاء لهؤلاء الأناس. لو قيل ستموت غدا ما عنده شيء يستطيع أن يضيفه إلى جدوله، جدوله مكتمل، ليله ونهاره كله في عمل نافع، سواء في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة. ليس لديه أوقات فراغ يمكن أن يقضيها فيما لا طائل وراءه. إخواني الكرام، إن الدراسات تقول إن كثيرا من المشاريع تفشل في أول 3 أشهر، إن كثيرا من الإعدادات تفشل في أول مرحلة. لماذا؟ لأن أصحابها ليس لديهم النفس حتى يصلوا إلى النهاية. نحن بحاجة إلى من يحسن الخواتيم. وتذكروا دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، فإنما الأعمال بالخواتيم. وأطيب مسامعكم أيضا بهذا الحديث الجميل، حديث عسل وحب ووداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته، يعني قبل أن يموت، ثم يتوفاه عليه، أي يتوفاه على ذلك العمل. أسأل الله أن يتم لكم الخير، وأن يبلغكم من السعادة ما تتمنون وأن يجعلكم ممن تلقونه وهو راض عنكم وأنتم راضون عنه.
الزرع إذا أحس بالظمأ طأطأ رأسه ولبس ثياب التغيير. الزرع إذا أحس بالظمأ طأطأ رأسه ولبس ثياب التغيير. أخي المشاهد الكريم، أريدك أن تخرج برحلة هادئة، برحلة تستحضر فيها قلبك وتنظر إلى الزرع، تنظر إلى الثمار. ستلاحظ هذه الملاحظة اللطيفة، إذا اشتد الظمأ واحتاج الماء الزرع إلى الماء فتراه قد طأطأ رأسه، تراه منحن، وبدل أن يلبس الثياب أو يلبس الثوب الأخضر الذي يكتسي به، إذا به يلبس الثوب الأصفر. وإذا رأى الناس الثوب الأصفر علموا أن الزرع بحاجة إلى الماء. كلما احتجت التجئ إلى الله، كلما ضاقت عليك ضائقة استعن بالله، استعن بالقوي يمدك بقوته. تحقق بأوصافك يعاملك الله بأوصافه، تحقق بفقرك يعاملك الله بغناه، تحقق بضعفك يعاملك الله بقوته، تحقق بعجزك يعاملك الله بكمال قوته وقدرته. عامل الله بصفاتك يعاملك الله بصفاته. أيها الشاب، إذا هممت بأمر فلم تجد عليه معينا، لا تنسى أن الله هو المعين. يا من له أولاد كثر ينظر إليهم وهم بحاجة إلى طعام يشبعهم وإلى ثياب يكسوهم بها، لا يجد من يعطيه، لا تنسى أن الله بيده خزائن السماوات والأرض. أيها الفقير، أيها المريض الذي آذاه وأزعجه المرض، إذا اشتدت بك الآلام ولم يجد الأطباء لك دواء، لا تنسى أن الله موجود. وإذا مرضت فهو يشفين. أخي الشاب، إذا دخلت قاعة الامتحان وارتجت عليك المسائل ولم تعرف مسألة ما هي، اذكر الله، استغفر، واذكر ربك إذا نسيت. كن دائما مع الله. إذا أغلقت دونك أبواب الأرض فالتجئ إلى أبواب السماء. إذا عجز الخلق فلا تترك أن تستعين بالخالق. ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت هذه من عاداته اللطيفة التي يعملها، يقول: كنت إذا اشتدت بي الحاجة ولم أفهم مسألة خرجت إلى الصحراء ثم صليت ركعتين ووضعت وجهي في التراب وتضرعت بين يدي الله وبكيت بين يديه وأنا أقول: يا رب، أنا المكدي وابن المكدي، أي أنا الضعيف العاجز، وهكذا كان أبي وجدي. البس ثياب الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله، والله سيمدك بمدد من عنده. ولا تنسى، الزرع إذا احتاج إلى الماء طأطأ رأسه ولبس ثياب التغيير. الزرع وإن نجا من جميع الآفات أدركه الحصاد. الزرع وإن نجا من جميع الآفات أدركه الحصاد. أخي المشاهد الكريم، ما زلت أطالبك بالذي ابتدأت به، أخرج في هذه الرحلة الجميلة، انظر إلى الزرع، تأمل المعاني اللطيفة التي تحيي بها قلبك. انظر إلى هذا الزرع وهو في خضرته وفي بهائه، إنه معرض لأي آفة، معرض أن تأكله أي دابة فتبيده، معرض لأي حشرة أن تأكله فتقضي عليه، معرض لكثير من الآفات،
ولو نجا منها جميعا لو لم يصبه أي آفة هل سينجو وسيبقى ويخلد إلى الأبد؟ لا، إذا جاء الوقت المحدد لا بد أن يحصد بمنجل الحصاد. أخي الكريم، خذ هذا المعنى لتعيش مع الله، لتعلم قول الله عز وجل وهو يخاطبك أنت ويقول لك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا تغتر بقوتك، لا تغتر بعافيتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بعلمك، لا تغتر بكل هذه الحاجات، فإذا جاء الأجل لن تغني عنك شيئا إذا لم توجهها في توجيهها الصحيح. يا ابن آدم، لا تغرك عافية، عليك سابغة، فالعمر معدود، ما أنت إلا كزرع عند خضرته، بكل شيء من الآفات محصود، فإن جوت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. النبي صلى الله عليه وسلم يخط خطا مستقيما، ثم يخط بجواره خطوط، ثم يقطعه بخط كبير ويقول: هذا ابن آدم، هذا أمله. يمده ابن آدم، تتناوشه الأحداث، من هنا يمرض ساعة، حادث أو آخر، كل هذه الحاجات فقد تكون سببا لوفاته وقد لا تكون سببا لوفاته. فإذا نجا من كل الآفات قطع أمله، أجله. فإذا لم يأتي سبب جاء الموت بلا سبب. العبرة أخي الكريم، ماذا قدمنا؟ ماذا أعددنا لآخرتنا؟ بماذا سنلقى ربنا تبارك وتعالى؟ إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت النائح، لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جانح. لا تسل عن قيمة الربح وسل عن أساليب الفريق الناجح. قدم لنفسك شيئا ما دمت مالك مالك، قبل الوقوف وحيدا ولون وجهك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، هل أنت في الخلد حي أم أنت في النار هالك. هذه هي الحياة، هذه طبيعتها، لها بداية وقريبا ستأتي النهاية. إذا ولد المولود أذن الناس في أذنه اليمنى، فإذا مات صلوا عليه، دليل على أن الحياة مدتها كما بين الأذان والإقامة. أخي الكريم، أسأل الله أن يرعاك وأن يحفظك. كن دائم التذكر لما عند الله، كن دائم التذكر للانتقال والرجوع إلى الله، هيئ العمل الصالح حتى تسعد وتستبشر وترضى يوم ترجع إلى رب العالمين تبارك وتعالى. أتحب لقاء الله؟ أتحب أن تراه؟ أتحب أن تستمع إلى كلامه؟ إذا كنت تحب لقاء الله فالله سيحب لقاءك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. بعملك الصالح ستحب لقاء الله، ببنائك لآخرتك ستسعد بلقاء الله. أسأل الله أن يسعدك في دنياك وأخراك. لا أجد إلا أن أقول: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاها ب
بصحبة أحمد، حنيني لها تجري بها أنهر الخمر، وما طلعة البدر برؤية أحمد.